قبل النزال دائما كنت كنتصل به دائما كنصيفط لي رسائل دائما كنشجعوه كنقول له الرجوله المغربيه ديالك فرصه العمر تفرح الشعب المغربي تفرح الرياضي الاول ديالنا سيدنا نصر الله تفرح الامه العربيه وهذا الانجاز اللي غدير اللي غديره ما سابقه من نوعه ما عمر شي ملاكم مغربي ولا رياضي مغربي حصل عليه في الرياضه في الملاكمه المغربيه في هذا الملتقى ديال هو العالم وغادي تكون اول انجاز دارتي وغادي يدخل للتاريخ من الباب ديالو الواسع كملاكم مغربي كيحصل لا ميداليه ذهبيه في بطولة عالمية كتقارع المدارس كبيره بعد الفوز خليت ياخذ الانفاس ديالو لانه كانت ما تركوش ليا الناس اللي كي التهاني ما تركوش اتا حتى فرصه في انني غادي نتصب الابن ديالي وهاد الناس كنشكر من المنبر الجميع جميع الفعاليات اللي, اللي, اللي دعامات وجميع السكنه ديال الحي البرنوصي ديال الاناسي ديال مشروع السلام ديال البانوراما ديال شطر اي جميع المغاربه كانوا مساندين ليه خاصة التتبع ديال الصفحات اللي كاينة متبعينه من التشجيعات ديالهم من من البداية آه ما خلوش لنا فرصه دائما تهاني انا ربما خديت تهاني قبل منه هو ما آه بقاتش هي فرصه الليل عاد باش كان التواصل بينه وبينه في الوسط آه مبروك عليك ولدي زيتي الراس المغاربه آه حمرتي لنا وجهنا آه سيدنا فرحان بيك آه هذا فخر لنا كبير باش ان سيدنا يستفتك برقيه ديال التهاني آه الرد ديالو آه ما 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 انه الرد ديالو كان مؤثر جدا